هنعمل مع بعض وصفة ناجتس سهلة خفيفة مغذية تنفع للناس اللي عاملة دايت وتنفع للأطفال، وهنعملها في القلاية الهوائية أو الاير فراير، فكمان هتبقى مش مقلية بس هتدينا إحساس المقلية اللي الولاد بيحبوه. مكوناتنا إيه؟ معانا صدور فراخ، عندنا صدر سليم، عندنا متقطع زي كده مفيش مشكلة، معانا كمان بصل، عايزين تاخدوا البصلة سليمة أو تقطعوها مفيش مشكلة، معانا كمان بطاطس مسلوقة، معانا كمان بيضة، نشا، والبهارات بتاعتي بسيطة، ملح وفلفل وبصل وتوم باودر، وتقدروا تغيروا زي ما انتوا عايزين. وهقول لكم كل مكون من دول لو عايزين تغيروه ممكن تبدلوه بإيه. طيب الفراخ مش هنعرف نبدلها بحاجة، لانه ايه هدفنا؟ انه نبقى بندي بروتين حيواني للولاد لانه مغذي. طيب معايا كمان بطاطس، الكميات تقدروا تمشوا على الكميات اللي احنا كاتبينها لكم وتقدروا تغيروا، يعني لو عايزه توفري في مره تستخدمي فراخ اقل، عايزه حاسه ان الولاد ناقصهم مثلا غذاء، او انتوا عايزين تاكلوا كميه فراخ اكبر فتزودي كميه الفراخ. معايا كمان بصل، وبرده كميه البصل تختلف، من في حد بيجيله انتفاخات من البصل، حد ما بيحبوش قوي، حد بيحبه ما بيقدرش ياكل الاكل من غيره، فتختلف من ايه من شخص للتاني. معايا البيضه هنا، ومعايا البهارات بتاعتي البصل والثوم الباودر، ورشه الملح والفلفل، وهشغل الفود بروسيسور لحد ما اوصل لقوام عجينه يعجبني. عايزه بقى في الاخر ازود البيضه دي لبيضتين اقدر، عايزين تزودوا النشا، النشا على قد ما هو مفيد على قد ما هو كمان بيدي قوام حلو وبيمسك العجينه فما تفرولش منه. تفضلوا ايه بتفتحوا وتقلبوا عشان تتاكدوا ان كل المكونات بتتفرم مع بعض كويس. طيب اول ما ابتدت العجينه تلم كده في حته واحده من محضر الطعام او الفود بروسيسور، هبتدي اضيف لها البيضه وبعدين هضيف النشا حسب الاحتياج. ما تنسوش رشه الفلفل الاسود علشان البيضه ما تعملش ريحه مش ظريفه في الناجتس. طيب ولادي صغيرين قوي، هوصل للقوام ده، شايفين بقى عامل زي ايه؟ زي المعجون بالظبط. ولادي اكبر شويه او في مرحله ان انا عايزه اعلمهم يمضغوا يستخدموا اسنانهم هفرمها اقل خلاص، لانه خلوا بالكم في ساعات من كتر ما بنقعد نهرس الاكل للولاد كتير وهم صغيرين واحنا حاسين انه ده احنا بنفيدهم عشان نشجعهم ياكلوا اكتر او ياكلوا كويس، بياخدوا على ان هم ما يمضغوش، فيكبروا شويه يوصلوا 3 سنين 4 سنين 5 سنين هم لسه قاعدين في حته انه هناكل الاكل اللي هو ايه مهروس ده. فعشان كده مهم ان كل مرحله عمريه تبتدوا تخلوا الاكل مهروس اقل والاكل اللي بيبتدي يحتاج يتمضغ اكتر شويه. لو انا عايزه اكل كميه اقل واشبع منها. طيب هنعمل ايه؟ هنبتدي نشكل الخليط اللي معانا ده شكل الناجتس اللي تحبوه. والله عايزين تفردوه تعملوه قطعة واحدة كبيرة وتبتدوا بقطاعات أشكال تعملوا فيها أشكال تقدروا، عايزين تشكلوها أشكال بإيديكوا برضو تقدروا، عايزين تعملوها كور بقى مربعات الشكل الولاد ايه ممكن. على فكرة في ناس كتير بتحاول تبقى بتعمل نفس الشكل بتاع العلبة أو بتاع المطعم عشان الولاد ما يحسوش بفرق. طيب قبل ما هعمل كده بصوا هنرش رشة زيت النوع اللي انتوا تحبوه، انا هنا بستخدم زيت عادي جدا. ليه؟ عشان لما اجي اشيلها من على الصاج ده ما تلزقش. اهو في الزيت اللي انا حطاه على صاج الفرن واعمل كده، هتسوي لي شكلها من بره. انا بصراحه ايه بحب اعملهم شكلهم كده ايه
طيب تعالوا بقى ايه شغلنا القلاية الهوائية. ومن اكتر الحاجات الظريفة فيها انها ما بتاخدش وقت تسخن زي الفرن، وبتخلص بسرعة جدا، وبتحتاج كمية زيت مش كتيرة. خلاص هاخد بقى حاجة تكون كده اقدر اشيل بيها الناجتس بتاعتي وهحطها في القلاية الهوائية. طب عادة لما بناكل الناجتس بناكل معاها ايه؟ بناكل معاها كاتشب، والحقيقة الكاتشب من الديبس او من الحاجات اللي الولاد بيحبوها جدا طعما واحساسا. فانا هعمل معاكو كاتشب صحي، واظرف حاجة فيه مش انه صحي، اظرف حاجة فيه انه لا محتاج نار ولا محتاج وقت عشان طعمه يبقى حلو، بيتعمل في 5 دقايق. هقول لكم المكونات، وبجد احنا هنحطهم مع بعض ونقلبهم. بقى الكاتشب بتاعنا ايه؟ جاهز.